هلا بدنا نطلع رحلة طويلة مع بعضنا. لما كان ما في إلا الشمس، أنت وأنا ومراد. بالخريف مراد رح يتابع دراسته هون، بعدين رحلة سليمان أفندي بدها ترجع لعنا. أنت كمان بدك تعملي لي حلويات، الحلويات القديمة اللي بدفتر أمك. وينو بشير؟ حاسه حالي كبيره قد هي الشجره. حاسس حالي محظوظ قد هالشجره. ليش؟ اول شيء انا حي، ومع مرور كل يوم عم اخضر بسبب جديد. بسمه صغيره قدامي عم تترعم، واخيرا تخلصت من لبلابه السامه. الليلة القمر بدر، بدك تنبسط كتير وانت عم تتفرجي عليه من تراس البيت الجديد. امتى بدنا نتعافى بابا؟ رح لاقي الشفاء ببعضنا يا بنتي. رح ترجع ضحكتك يا بنتي وتعبي البيت كله وجنينتنا جديدة. بابا لا تتركني لوحدي أبدا، خلينا سوا على طول، بالحياة وبالممات. لسه في قدامنا وقت طويل لنفكر بالموت. بابا سكرنا للبيت. يلا بدك تحبي للبيت الجديد. اتركني هلا نوقع اثنيناتنا. صوتي كثير خفيفه كثير. انا بدي نهال القديمه. وانا كمان. كله تمام؟ اكيد. اصبح يلا. نهال حبيبتي عادي هون. ورق اريح لي.
Mm-hmm.